سجل حاكم إقليم إنذي الشرق حسن جلبو زيارة ميدانية لمنطقة نوية السياحية، حيث التقى بالمسؤولين الإداريين وسكان المنطقة بهدف الوقوف على جاهزية المنطقة لاستقبال السياح. طلهر قتنوي الواقعة في إقليم نادي الشرق تعد من أشهر المناطق السياحية بالإقليم، إلا أنها أصبحت منسية من جميع الأطراف. الأمر الذي دعا حاكم الإقليم لزيارة المنطقة بهدف التذكير للسلطات الجادية والسياح الأجانب من ناحية، والتعرف عن الأسباب التي أدت إلى عدم معرفة المنطقة، وكذا الإشكاليات التي تواجه سكان المنطقة. حاكم الإقليم حسن جربو برفقة عدد من المسؤولين وعيان المنطقة، حيث تجولوا في مختلف الأماكن الأثرية والسياحية التي تمتاز بجمالها الطبيعي وبيئتها الغلابة. المتحدثون جميعا أشادوا بضرورة أن تنظر الهيئة الوطنية للسياحة لمنطقة نوي والعناية والاهتمام بها، مؤكدين في الوقت نفسه بأنهم مستعدون مع أي جهة ما من شأن تطوير المنطقة والعناية والتعرف بها على المستويين الوطني والدولي. هذا ونشير إلى أن منطقة نوي كانت في السابق ولا تزال المكان الذي يجسد روح الجمال لسكان هذه المنطقة. نصب حاكم إقليم البطحاء جان برنار باداري كل من محافظ مقاطعة البطحاء الغربية والفتري، جرت المناسبتان بكل من آتي وأنبسطنا. محمد طاهر جبرين الحر. الحضور الرسمي والشعبي كان كبيرا بميدان الشهيد حسن جاموز في مدينة آتية بمناسبة حفل التسليم والتسلم بين المحافظين الجديد والقديم لمقاطعة البطحة الغربية. أحمد تجاني موسى يخلف محمد زين العسيل الذي كان يشغل إلى جانب منصب المحافظ بالإنابة منصب الأمين العام لذات المقاطعة لفترة تقارب 19 شهرا. في كلمة التنصيب لفت حاكم إقليم البطحة جان برنار باداري انتباه المحافظ الجديد إلى بعض المشكلات التي تعانيها مقاطعة البطحة الغربية، وهي معارضة البعض لبعض الشيوخ التقليديين، النزاعات حول الأراضي، السرقة مع تهديد السلاح، عدم احترام السلم الإداري، والتنازع حول نقاط المياه. المحافظ الجديد أحمد تجاني موسى قال في خطابه إن قوة الإدارة تكمن في احترام السلم والمراتب الإدارية. عليه طلب من معاونيه تحمل مسؤولياتهم بغية إرساء إدارة جديرة بالاحترام والنجاح. تنصيب آخر لمحافظ جديد، هذه المرة هنا في مقاطعة الفتري، تم اختيار منطقة أنبسطنا لاحتضان المناسبة نظرا لأن الشوارع المؤدية إلى ياو عاصمة المقاطعة ما زالت تغمرها مياه الخريف. هنا جرى تنصيب محمد جوكوني محافظا خلفا لإسحاق سني الذي غاب عن المناسبة ومثلته الأمينة العامة لمقاطعة الفتري. حاكم إقليم البطحة جان برنار باداري قال في كلمة التنصيب إن مقاطعة الفتري التي بها ثاني بحيرة في تشاد من حيث الطول والعمق لا يعقل ألا تتمكن من جلب إيرادات كافية لتغطية العجز في الخزينة الإقليمية، لذا طلب من المحافظ الجديد أن يسحر على هذا الأمر حتى لا تضيع حقوق الدولة المفروضة على نشاط الصيد في بحيرة الفتري، أمر طمأن عليه المحافظ الجديد محمد جوكوني الذي أضاف بأنه من أولوياته محاربة تضييع المال العام إلى جانب مكافحة الجشع والطمع لدى موظفي الدولة لا سيما عمال البيئة.